السلام عليكم طلاب. طلاب عيني، هسه عندنا محاضرة أمراض اللثة. سمعوني طلاب؟ نعم دكتورة. دكتورة واضح. أوكي، نبلش بالمحاضرة لو عندكم بعد جماعة راح يدخلون. دكتورة ابدي فيها. عيني طلاب، تتذكرون الأسبوع الفات أخذنا التريتمنت بلان، خطة العلاج للأمراض اللثة. فاليوم عندنا تكملة هاي التريتمنت بلان. قلنا هي تمر كمراجعة سريعة بأربع فيسز. من هاي الفيسز، واحد الانشيال فيس اللي هو كوز ريليتد فيس، والثاني اللي هو خلينا نقول السيرجيكال فيس، والثالث اللي هو نون سيرجيكال فيس، والرابع اللي هو خلينا نقول ريجنريتيف فيس او ريستوريشن فيس. نكمل التريتمنت بلان، خطه العلاج. شفنا بالانشيال فيس، سوينا للبيشنت من اجانا، شفنا هذا البيشنت كوبرتيف لو لا، فسوينا له انستراكشن او سوينا له موتيفيشن، وشخصنا الحاله، ربطنا السيستميك ديزيز، وشفنا الدايجنوزز الصحيح للبيشنت، وبلشنا ب خلينا نقول ميكانيكال بلاك ريموفال حتى نشيل البلاك. وبعد بعد الميكانيكال بلاك ريموفال نستخدم الكيميكال بلاك ريموفال. فنسلسل بالمحاضره، نقول احنا بعد ما سوينا له موتيفيشن يعني تشجيع وانستراكشن للبيشنت، وعرفنا بيشنت كوبريتيف واختارناه، راح نسوي له سكيلينج اند روت بلاننج. بالاول جلسه من يجيني اسوي له هاي السكيلينج، يعني اسويها بالعياده، اسوي له ريموفال اوف بلاك. فائده السكيلينج يعني طبعا الايم، الايم اوف سكيلينج، اخاف تجيكم بالامتحان، ترى مهم يعني انه تعطيني الايم اوف سكيلينج، الايم اوف روت بلاننج، مو هذا الحكي الزايد انه تقول لي بالضبط شو راح يسوي السكيلينج، سواء كان سوبر جنجايفل سواء كان سب جنجايفل سكيلينج. فالسكيلينج بروسيس باي ويتش البلاج and calculus are removed from both supragingival and subgingival tooth surface. إذن السكيلينج مو بس للسوبراجنجايفال، حتى للسبجنجايفال tooth surface. وهسه نشوفها بالسيرجيكال فيس، انه احنا بعد ما نفتح فلاب او نسوي جنجيفكتومي نكشف الروت نقدر نشيل الكالكولاس من عنده. العمليه الثانيه اللي هي تعتبر هم ميكانيكال بلاج ريموفال هو روت بلاننج. طلاب الروت بلاننج is the process by which residual embedded calculus and softened cementum are removed. هناك احنا بالسوبر جنجايفال سكيلينج ما شلنا الانيمال، هنا انا بالسب جنجايفال روت بلاننج راح اسوي ريموف للكالكولاس والسوفت سيمنت، وريموف ذا روت تو برودوس، الغرض النهائي من عنده تو برودوس سموث هارد كلين روت سيرفيس. يعني انا حتى احصل على سموث هارد كلين روت سيرفيس اسوي هذا روت بلاننج، لان تعرفون اذا السطح السمنت يكون ايرجولر، وهو السمنت اصلا هو ايرجولر اذا انكشف، فمعناته البلاج والكالكولاس يصير لها اكيوميليشن. هذا الغرض الرئيسي للسكيلينج والروت بلاننج مثل ما قلنا. طبعا السكيلينج والروت بلاننج هن سبريتد بروسيجر، اما تقدر تسوي بالجلسه الاولى بس سكيلينج وتعطي ابوينتمنت، او تسويهن بنفس الفيزيت. وهاي تكون الروت بلاننج عمليه انه اذا سويتها مرات تسوي لك بس اربع الى ست اسنان تكملهن، ويعني تعطي ابوينتمنت على الجلسه تجي تكمل لها بقيه الاسنان، لان تعرفون هي البروسيجر شويه كومبليكيتد، تحتاج انستيزيا وتكون بينفل بعض الاحيان، وخصوصا لابيشن سنسيتيف. عندنا قبل ما نسوي روت بلاننج شو نسوي؟ نسوي بروبنج للمنطقه حتى نحصل على البروبنج بوك ديبت، تعرفون اذا اكثر من خمسه نقدر او نشوف الاناتومي اوف ذا روت سيرفيس واللوكيشن اوف ديبوزيت، يعني حتى قبل ما ابدي بعمليه الروت بلاننج او عمليه السب جنجايفال سكيلينج وروت بلاننج. طلاب الايم اوف سكيلينج او روت بلانج راح اعيد لكم في هذا السلايد، انه هو ريستور جنجايفال هيلث باي ريموفال اوف بلاج او بكتيريال بلاج، يعني ذات ريسبونسبل فور تيشو ديستركشن. تعرفون انتم السبب الرئيسي للتيشو ديستركشن البريدنشيوم هو وجود البكتيريال بلاج او الكالكولاس.
around the superficial layer of cementum, خصوصا بالsubgingival scaling والroot planning والblack grow and surface irregularity of cementum. لهذا راح حصل على smooth clean hard surface of cementum. احنا عندنا العمليه الميكانيكال بلاك ريمول قلنا هي عن طريق السكيلينج او السبجنجيفال سكيلينج وروت بلانينج اللي يصير. اما كلوزد ميثود او اوبن ميثود، ايش نقصد بالكلوز ميثود؟ طلاب الكلوز ميثود هي الطريقه اللي نستخدمها بالعياده هسه حاليا بدون ما نسوي سيرجري للبيشنت ولا نسوي له جنجيفكتومي ولا نسوي له فلاب ريموف ذا سوفت تيشو. راسا البيشنت نسوي له ابوينتمنت ونعطيه موعد ونسوي له يعني بالكلوز بروسيجر، انه انا راسا بالانسترومنتيشن اشيل ال خلينا نقول الكالكولاس والبلاج من السبجنجيفال تيشو واحصل على هذا السموث سيرفيس، وايضا الاريجولار سيمنتم كله اشيله. هاي العمليه يسموها كلوز بروسيجر، تكون ادفانتج مالتها ليس تروماتيك للبيشنت ولا تحتاج تايم للهيلينج، وتكون ما تاثرني على الاستاتيك مال البيشنت خصوصا اذا اشتغلنا بالانتيريتيف. عندنا بالاوبن بروسيجر طلاب هاي تتطلب لا اكسبوجر اوف ذا روت سيرفيس باي ديسبلسمنت اوف جنجيفال تيشو، يعني نسوي لها الجنجيفال نسوي لها انسيجن اند ريفلكتد تو فاسيليتيت اكسيز فور انسترومنت اند الفيزيبيليتي اوف اوبريتر او الكلينشن. يعني انا بالاوبن بروسيجر اذا احتاج سيرجري من اقول لك الطرق اللي اسوي بها سب جنجيفال سكيلينج وروت بلين، يقول لي عندنا كلوزد بروسيجر هاي الطريقه العاديه اللي ما بنفتح لا فلاب ولا جنجيفكتومي مباشره نشتغلها بالعياده، او اوبن بروسيجر اللي هي تتطلب لا والله اكسبوجر لروت سيرفيس باي ريفلكتنج ذا فلاب او جنجيفكتومي بروسيجر. اذا الطريقه الثانيه هي سيرجيكال ميثود. الانسترومنت طلاب اللي نستخدمها بالسكيلينج وروت بلاينج ار كلاسيفايد از، انتم شايفين بالعياده عندنا هاند انسترومنت للمانوال بروسيجر، وعندنا التراسونيك وسونيك انسترومنت اللي يستخدموها هسه طلاب الخامس، وعندنا موتور دريفن انسترومنت، وعندنا روتيتنج انسترومنت، حتى الليزر انسترومنت تستخدم بالسكيلينج وروت بلانينج. هاي بصوره عامه الانسترومنت المستخدمه بالمانوال او العفو المستخدمه بالميكانيكال بلاج ريموفال. تعرفون الهاند انسترومنت اللي تشوفوها بالعيادات تتالف هاي الهاند انسترومنت بسرعه، ما حتى بالاوبرتيف اي انسترومنت تستخدمها بطب الاسنان هي عباره عن بليد يعني النهايه، وعباره عن ستيلس طبعا ستيل، وعندنا شانك يمكن المقطع اللي يفصل بين البليد والهاندل، هي الثلاثه بارت اوف انسترومنت تستخدم بالمانوال بروسيجر. سامعين بالكيوريت طلاب هاي الانسترومنت اللي تستخدم للسب جنجيفال سكيلينج او روت بلاننج. يعني انا من اريدك من تعرف شنو الاداء المن تستخدم، يجوز منين تتكون ما تهمني، بس اهم شيء المن تستخدم هاي الادوات اللي راح نعددها. عندنا الكيوريت ار فاين انسترومنت يوز فور سب جنجيفال سكيلينج اند روت بلاننج ديزاين تو ادابت تو ذا روت سيرفيس اند بروفايد جود اكسس تو ديب بوكيت without causing trauma to the soft tissue. انا الغايه من السكيلينج روت بلانج انه اشيل السبجنجيفال بلاك والكالكولاس وبدون ما اسوي تروما للسوفت تيشو، فالكيوريت يحصل هاي النتيجه. عندنا تو تايب اوف كيوريت، عندنا واحد يسموه يونيفرسال كيوريت هاف تو كاتنج ايج ذات افورد اكسس تو اول اريا اراوند ذا سيرفيس باي الترينج ذير بوزيشن اند انجليشن. وعندنا area specific curate هذا set of many curate لكل منطقة specific type تستخدمه، مثل بالinterdental area باللابيال surface بالبوكال surface باللينجوال surface وهكذا. هذا بالنسبة لأداة الكيوريت. عندنا السيكلز اللي هي خلينا نقول مثل ما نقول بالعربي نقول يعني نهاية ال end of شلون المنجل يصير manufactured with either curved or straight blade نهاية مالتها. Which has triangular cross section, two cutting edge that converge into the sharp tip. The skull are mainly used to remove subgingival calculus. هناك بالكيوريت استخدمنا للسبجنجيفال كالكولس والروت بلانينج، بينما هنا نستخدمه بالسوبرجنجيفال كالكولس.
البوز ها يعني شلون نقول only one cutting edge بي والبليد كان بي بوزيشن ات فاشل لينجول ديستال ميجال وهكذا two of them used for anterior teeth and two of them used for posterior teeth. المن يستخدم البوز يستخدم للسب جنجايفال سكيلينج طلاب تأكدوا من الأداء المن تستخدم يلا تستخدمها مثلا عندنا ريكورد استخدمناها للسب جنجايفال سكيلينج بلانج عندنا السيكلز استخدمناها للسوبر جنجايفال كالكولس عندنا الهو استخدم للسب جنجايفال سكيلينج باي انسيرشن ذا بليد تو ذا بيز اوف بيدنتال بوكيت عندنا تشيزل نفس اللي تاخذه يمكن بالاورال سيرجري فور بروكسيمال سيرفيس of spaced anterior teeth هذا استخدامه يعني اصلا استخدامه خاص بس منطقه البروكسيمال عندنا الكيوماين هذا اللي تستخدمه التوب المانوال is used for removal of suprajunjival calculus يعني هسه صار عندنا السيكلز وصار عندنا الكيوماين للسوبراجنجايفال كالكولس صار عندنا الهوز والكيوريت للسبجنجايفال سكيلينج او الكالكولس والتشيزل للانتر بروكسيمال اريا عندنا بالإضافة إلى اللي شرحناها المانوال أو اللي نستخدمها الهاند إنسترومنت عندنا ألتراسونيك إنسترومنت هي هم تعتبر مانوال بس هي تكون جهاز يعني يعتمد على الفايبريشن أو الميكانيكال فريكونسي فايبريشن إنه هذا الجهاز شي يسوي كونفيرت الإلكتريكال كورنت تو ميكانيكال إنرجي into the form of high frequency vibration at instrument tip. الفايبريشن فريكوينسي رينجينج فروم قلنا من 18000 الى 50000 هرتز يعني سريع جدا وال يعني الاهتزاز اللي يعني يصدره كلش عالي وبالتالي ايش راح يسوي لي راح يسوي لي فراكتشر اند ديسلوج ذا كالكولس يعني اسرع من المانوال ويسوي لي راسا ديسلوج وريموفال للكالكولس بس شنو خلينا نقول الليميتيشن او المؤاخذه اللي عليه هذا يحتاج ووتر كولينج ليش لان هذا ينتج هيت اثناء الاستخدام وبالتالي راح يسوي كراك بالانيمال يعني هاي الديس ادفانتج مالته هسه نمر عليها يعني يصير نتيجه توليد هاي الهيت يكون بديس ادفانتج فيحتاج ووتر كولينج عندنا السونيك سكيلر اللي احنا التراسونيك هذا سرعته اعلى من السونيك مبين من اسمه التراسونيك لان هو اعلى الفايبريشن مالته هذا هنا السونيك شويه السرعه مالته اقل ويعتمد على من هناك قلنا يعتمد على كونفيرت الالكتريكال كرنت تو ذا ميكانيكال انرجي هنا يعتمد على تحويل او استخدام الاير بريشر تو كرييت يعني ضغط الهواء تو كرييت ميكانيكال فايبريشن اوف انسترومنت تيب الفريكونسي رينج فروم 2000 قليل الى 6000 ونص هرتز يعني اقل من ذاك او ابطا من الالتراسونيك شوف ايش كاتب هنا slower than ultrasonic scaler عندنا الادفانتج اوف ultrasonic scaler طلاب كلكم تعرفون الادفانتج حتى انتم مرات تشوفون الشغل بطيء عندكم بالمانوال بينما اذا تستخدم الالتراسونيك راح يكون less effort less pressure less trauma less time consuming وكذلك يكون quicker وسمبلو بترضان أو for patient comfort همين الشيلو الستين رموبل أسهل بس شنو المؤاخذة إنه وجود الووتر سبري هنا يفيدنا إنه clean the area from loose debris بينما إذا كانت disadvantage لأن تحتاج إنت خلينا نقول production of heat إذا حكينا disadvantage مالته نشوف أول نقطة هي production of heat تعرفون overheat يؤدي إلى crack بالإنمال والبورسلين خصوصا اللي مسوين حشوات خلينا نقول ضوئيه او بورسلين او لايت كيور فهذا البيشنت لازم يعطيك علم يقول لك انا عندي حشوه ضوئيه هاي الاداه راح اذا استخدمتها انت كطبيب الاسنان يمكن تاثر عليها وتسوي لي ديس ادفانتج بعد شنو الديس ادفانتج اوفر هيت هاي اول وحده لوس اوف فيزيبيليتي ديو تو كولنت سبري تعرفون اذا هواي ووتر وسلايفا بالموت تعرف الفيجن مالتك راح يعني مجال الرؤيه يصير قليل او محدود ويأثر على الشغل مالتك عندك الووتر سبريدوب لأن مو دائما الووتر اللي يستخدم يختلط بالسلايفة مرات راح يكون contaminated للبيشنت وللدينتس نفسه فتعرفون هذا الرذاذ اللي يطلع من عنده راح يصير airborne infection هاي الادفانتج والديس ادفانتج مال الالتراسونيك سكيلر أو الانسترومنت يعني شلون نقول شنو تفضل من تشتغل بالهاند انسترومنت لو بالالتراسونيك انسترومنت كل واحده وبيها ادفانتج وبيها ديس ادفانتج
عندنا هسه بالحديثا يعني ابديتد هو استخدام الليزر، كل شيء هسه دخل استخدام الليزر، تعرفون حتى بالسكيلينج والبلانينج. عندنا ميكانيكال بلاك ريموفال، وحده من عندهن هي قلنا السكيلينج والروت بلانينج. بعد عندنا يعني تكنيك نستخدمه بال خلينا نقول بالدنتال كلينيك، هو انه سوى بولشنج للبيشنت. طبعا البولشنج هو تاثيره مو مثل تاثير السكيلينج والروت بلانينج، بس شنو بي افكت انه يعطيني سموث سيرفيس. كلش مهم ان انا احصل سموث سيرفيس. ليش طلاب احصل سموث سيرفيس مهم؟ كل ما سموث سيرفيس كل ما البلاغ والبكتيريا والدبريز يعني ما يسوي لها اتاتشمنت. فلهذا السبب خلينا نقول هذا البولشنج هو مهم، فيعطيني احنا مثل ما يقول يعطيني اولا سموث سيرفيس، ريموف البلاغ والبليكال والماتيريال البا والاكزوجينا ستيننج وهكذا، تعرفون استخداماته، وايضا شويه يعطي كلينسينج للاسنان. طبعا هو يعطيني اورينتيشن للانمال رود، تعرفون الانمال رود راح تصير ريجولر بالسيرفيس مال الانمال، هو يسوي لها اورينتيشن، خصوصا اذا استخدمنا رابر كا بطريقه صحيحه راح يعطيني اورينتيشن للانمال رود، وبالتالي راح يصير سموث سيرفيس ويقل اتصال. انا المغزى من عده هو انتي بلاك، يعني يمنع اتصال او التصاق البلاك. طبعا هنا احنا بالبولشنج نتجنب الاوفر يوز او الهيت برودكشن، لان احنا اذا استخدمنا كثره او خلينا نقول اكسسيف فيوز راح ياثر على الانيمال. عندنا من كملنا الميكانيكال بلاج ريموفال، اللي هي احنا شنو الميكانيكال بلاج ريموفال من اسئلك تقول لي هي السكيلينج والروت بلانينج. السكيلينج سواء كان مانوال او بالهاند انسترومنت او حتى بالسونيك والالتراسونيك وبالليزر، هذا هو سكيلينج والروت بلانينج. وعندنا ميكانيكال بلاغ ريموفال اللي هو يسويها البيشنت، هي البراشنج شرحناها في المحاضرة السابقة. وأيضا عندنا كيميكال بلاغ ريموفال، هذا الكيميكال بلاغ ريموفال هو أنا أستخدم ماوثرنس أو أنتيبايتيك أو أنتي مايكروبيال ايجنت أو أنتي أدهزيف وأنتي باثوجينيك ماتريال فور ريموف البلاغ. فالأكشن أوف ديس كيميكال فور يعني شو نقول كلاسيفاي انتو فور كاتيجوريز. عندنا أنتي أدهزيف، انتي مايكروبيال، انتي بلاك ايجنت اللي هو معروف الكلوركسيدين، انتي باثوجينيك اللي هو مثلا الهايبوكلايد وغيرها، اي محلول او مركب او ماوثرنس يستخدم لازاله البلاك. عندنا الانتي ادهيزف ايجنت خلينا نقول اكت از ات ذا بيليكال سيرفيس تو بريفنت انيشال اتاتشمنت اوف ذا برايمري بلاك فورمينج بكتيريا اند ديفلوبمنت of biofilm. تعرفون انتوا اول ما تبدي البرايمري بلاك فورم بكتيريا تلتصق، فانا استخدم انتي ادهيزف ايجنت يمنع التصاقها بالانيمال سيرفيس والجم. انتي مايكروبيال ايجنت طلاب هو يقصد به هنا الانتي بايوتيك المستخدم سواء كان لوكالي يستخدم او سيستميك يوز له. وتعرفون الانتي بايوتيك هو دائما اما بكتيريا ستاتيك او بكتيريا سايدال اللي يسوي الانهبيشن للجروث، بس ما يسوي كلينج البكتيريا اسميه بكتيريا ستاتيك، واللي يسوي لي خلينا نقول بكتيريا سايدال اللي هو يسوي كومبليت كلينج او ديستروي ذا انتي مايكروبيال ايجنت. عندنا بلاغ ريموفال ايجنت اللي هو معروف عندنا، اما خلينا نقول المانوال ميثود اللي هي التوث بروشينج، وايضا عندنا بعض الاحيان نستخدم غسول الفم اللي هي الماوث ووش، وايضا عندنا خلينا نقول الهايبوكلورايد وغيرها من الغسول المستخدمه، بس اشهر واحد احنا كاطباء اسنان نستخدمه بكثره، نستخدمه اصلا يعني كماوث ووش، ونستخدمه بروفلاكسس قبل ما نسوي العمليات، ونستخدم الهوسبيتالايز بيشنت بس نشوف الانديكيشن مالته. وايضا هذا يكون هو سيف اذا كان صار له يعني خلينا نقول انجستشن او راح بالتشو او دخل بالجي اي تي، فما بي مشكله ولا يعني سايد افكت مالته قليل. بينما هو كاستخدام له احنا لازم نستخدمه بتركيز يعني محدد، ولازم نستخدمه بطريقه صحيحه حتى ما نتجنب السايد افكت مالته. طلاب الكلوركسيدين used as mouth rinse تركيز point يعني O2 خلينا نقول بالمية، وكلش تركيز قليل أو point O 12%. طبعا ها
طلاب استمعوني هسه، كان مقطوع الانترنت عندهم هنا بالكلية. الصوت واضح عين طلاب؟ نعم دكتور الصوت واضح. راح نكمل محاضراتنا لأن الوقت ساعة وهي بيها هواي تفاصيل. بعدنا طلاب أهم شيء عندنا هو الكلوفكسيدين ككيميكال بلاك كونترول، يعتبر واحد معروف بنستخدمه بالكلينيك ونوصفه للمريض بعد العمليات وبعد التوث براشنج. عندنا التركيز مالته طلاب هذا مهم، انه اما 2% او 0.12%، والكمباوند هذا اما نعطيه للبيشنت على شكل جل او سبراي بعدة اشكال، هو موجود بالصيدليات او فارنش او ماوث رينس او حتى تشب، يعني هاي خلينا نقول كلوكس يطو على شكل بريدنتال بار اوريجيشن، يعتبر مهم. طلاب تعرفون الكلوكس حسب تركيزه عين استفسار سؤال؟ ها؟ المحاضرة ما طالعة قدام، ماكو مشاركة بالعرض. العفو. هسه اوكي طلاب؟ اوكي طلاب هسه اوكي. اي عيني. فعندنا شلون يجينا هذا؟ يجينا قلنا بالصيدليه اما جيل او سبراي او فارنش او حتى ماوث ووش، حتى معاجين الاسنان موجود، حتى غسول بعد العمليه نسوي صب جنجايفل اريجيشن، وحتى بالدنتال باك اللي نستخدمها فبعد الجنجفكتوم تشوفوها هسه بالمحاضره الجايه. هذا استخداماته والاشكال اللي يجي بيها. طبعا مهم انه تعرف بالكلوفكسيدين ات لو كونستريشن يشتغل بكتيروستاتيك، ات هاي كونستريشن يشتغل بكتيروسايدل، او يعني كولنج كومبليت كولنج للبكتيريا. بس خلينا نقول المود اوف اكشن مالته بصوره عامه، من اقول لك الميكانيزم اوف اكشن اوف كلوفكسيدين، ما ماخذينه بالمحاضرات السابقه بمحاضرات الدنتال بلاك طلاب. الكلوركسيدين المود اوف اكشن مالته طلاب ماخذين الكلوركسيدين حضارات السابقه المود اوف اكشن مالته؟ طلاب المود اوف اكشن مالته انه هو تعرفون يشتغل بكتيروسايدال وبكتيروستاتيك، وايضا بصفه انه هو يحمل الشحنه الموجبه بوزيتيف تشارج للكلوركسيدين. راح شيء يسوي يعتبر انتي بلاج ايجنت. شلون؟ لانه راح يتفاعل او انتراكت ويا من؟ ويا الفوسفات جروب والكربوكسيل جروب بالبكتيريا سيل اللي تحمل النيجاتيف تشارج، وبالتالي يسوي لي هنا ديسربشن او الاوزماتيك بارير، يعني يحطمه بالبكتيريا ويتداخل ويا الممبرين ترانسبورت، وبالتالي يسوي لي ربتشر بالبكتيريا ويمنع التصاقها بالتوث سيرفيس. طبعا الرينسينج وذ كلوركسيدين كلش مهم، يقلل النمبر اوف بكتيريا ان سلافا بتوين 50% الى 90%، يعني ايش قد هو خلينا نقول انتيسبتيك.
ويعتبر خلينا نقول مهم بعد العمليات الجراحيه اللي تصير بالاورال كافيتي، وخصوصا بيشنت اللي هم هانديكاب ما يقدرون يفرجون. عندنا الماكسيمم ريدكشن اوف 95% اكثر اراوند 5 ايام. احنا شلون نوصفه طلاب؟ نقول للمريض راح تاخذ الكلوريكسيدين الحالات اللي تستوجب استخدامه لمده 5 ايام بعد نص ساعه من التفريج. ليش بعد نص ساعه من التفريج طلاب؟ لان ما انت راح يصير تفاعل بين الكلوريكسيدين وبين التوث بيست الانجريدينت مالته، وبالتالي يزيد الديسكلوريشن والديس ادفانتج. اكثر من 5 ايام لا، راح يصير بسايد افكت. هنا عندنا الكلينيكال يوز اوف كلوريكسيدين. طلاب الصوت واضح؟ اي واضح دكتوره. يعني الكلينيكال يوز اوف كلوريكسيدين از ادجوفنت تو اورال هايجين بروفيشنال بروفيلاكسس، مثل ما قلنا بوست اورال سيرجري اللي يصير بالبريدنتال سيرجري ووت بلانينج فور بيشنت وذ جو فيكسيشن، جماعه الاورثودونتيك او اللي يسوون سيرجري يسوون جو فيكسيشن بعد الحوادث. عندنا ميديكال كومبرايز بيشنت، عندنا هاي ريسك كيريز بيشنت، عندنا اندنتشر ستوماتايتس انفكشن بالاورال مال اودر بالريكورنت اورال السريشن، وحتى بالريموفابل اند الفيكست اورثودونتيك ابلاينس يوصف الطبيب، وبعد العمليات البري او قبل العمليه يسوي كلينسينج للمنطقه بري اوبرتيف كلوريكسيدين اوريجيشن يستخدم ريديوس السالفري فلو، همين نستخدمه اللي جماعة عندهم الزيروستوميا أو دراي ماوث، وفور هايجين اند جنجيفال هيلث بنفيت ان منتالي اند فيزيكالي هانديكاب بيشن، معوقين اللي تشيلدرن اللي خلينا نقول يعني صعب عليهم يسوون تفريش الأسنان عندهم عمليات وهكذا. طبعا مثل ما قلنا بي ادفانتج الكلوريكسيدين واستخداماته هواية طب الأسنان، بس بي سايد افكت. شنو هاي السايد افكت؟ مرات حسب التركيز هاي تصير سايد افكت، او حسب الاكسسيف يوز اكثر من 5 ايام يوصفه الطبيب للمريض ويستخدمه اكثر، او يعني نفس الماده هي بها ديس ادفانتج. يسوي لي براون ديسكلريشن اوف ذا تيث اند سم ريستوراتيف ماتيريال اند دورزم اوف ذا تانك. يغير لي الطعم، تست تربيشن يعني يسوي له شلون نقول موديفيكيشن بالتيست مال الطعام، وانهانس سوبراجنجافال كالكولوس فورميشن، يونيلاترال او بايلاترال باروتيد سويلنج، يسوي لي اورال ميوكوزال اروجن تاكل، وايضا يسوي لي خلينا نقول يعني بيتر تيست ديفيكولت تو ماسك كومبليتلي، هاي ديس ادفانتج مالته. عندنا من المواد اللي خلينا نقول كيميكال كنترول للبلاك هو نستخدم الانتي مايكروبيال ايجنت. يعني شو وقت نستخدم الحالات اللي تتطلب انت كطبيب اسنان وعندك بريدنتال ديزيز؟ نعطيهم سيستميك انتي بايوتيك اللي هم سيفير نيكروتايزنج السراتيف جنجيفايتس، ملتيبل او سيفير ابسس دائما يطلع عنده خراج بالفم، وايضا انفولف اوريجينال لمف نود انلارجمنت. بالاجريسيف بريدنتايتس دائما نعطي لان هو سريع ويكون اكيوت انفكشن يحتاج انتيبايوتيك سيستميك لان الانفكشن مالته يحتاج كنترول، وحتى بالريفركتوري بريدنتايتس هذا اللي ميؤوس من عنده اللي يعني تصليحه صعب. كمان انتيبايوتيك انت كطبيب اسنان يقول لك شنو السيستميك انتيبايوتيك دائما تصرفها من الصيدليه؟ راح الانتيبايوتيك راح الرجيم اللي تستخدمها دائما تستخدم الاموكسيلين، اذا سامعين اموكسيلين يعطي 500 ملي جرام 3 مرات باليوم لمده 8 ايام او 5 ايام احنا بالاغلب. الازيثروميسين احنا نسميه زوسين ونصرفه 500 ملي جرام همين وحده باليوم هذا لمده 4 الى 6 ايام او 7 ايام، وايضا نستخدم الدوكسيسايكلين او المينو سايكلين هذا الابديتد يكون 100 الى 200 ملي جرام هم وحده باليوم لمده 21 يوم، وحتى نستخدم المترونديزول الفلاجين دائما نستخدمه لان دائما البريدنتال ديزيز او البريدنتال ابسس سببه هو ان ايروب بكتيريا، فنستخدم 500 ملي جرام لمده 3 ايام هم لمده 3 مرات باليوم لمده 8 ايام او 5 ايام، وايضا حتى نستخدم كومبينيشن ثيرابي
نلقاه بالصيدليه مثل اندازول زائد اموكسيلين بيدوجيل اللي يسمونه، هذا الاسم التجاري له، هو 250 ملغ نستخدم 3 مرات باليوم لمده 8 ايام. وايضا مرات يسوون كومبينيشن بين الميترونديزون يعني الفلاجين زائد السبرافلوكساسين، فيكون 500 ملغ اوف ايتش تويز ديلي فور 8 ايام، كل يومين نعطي هذا الكومبينيشن لمده 8 ايام. خلينا نقول بعد ما كملنا الفيس الاول اللي هو الانشيال فيس او سميتها الكوز ريليتد فيس، واللي كان يتضمن مثل ما حكينا انستركشن للبيشنت، موتيفيشن، وبعد ذلك ميكانيكال بلاك ريموفال وكيميكال بلاك ريموفال، وعددنا المكونات مالتهم. راح نطب بما بالفيس الثاني اللي هو السيرجيكال فيس. فالاوبجكتيفز اوف بريدنتال سيرجري، يعني شو وقت اسوي سيرجري، مو كل بيشنت يتطلب سيرجري، مرات بالانشيال فيس والحمد لله راح يصير بعد ما اسوي له ايفالويشن نشوف، وبعد ما يجيك البيشنت فلو اب راح اشوف الهيلينج بروسس، اوكي ما يحتاج يعني ادخل بالفيس الثاني اللي هو البريدنتال سيرجري. شو كنت ادخل بالبريدنتال سيرجري او خلينا نقول اوبجكتيفز الاهميه من عده، اذا اريد دايركت فيجن فور بروبر سكيلينج اند وود بلانج، اذا كان الكالكولس وال البلاك ديبوزيت يكون ديب وبعيد عن الفيجن مال البيشن الدينتست، فيسوي له روت بلانينج وسكيلينج، فيحتاج سبجن جايب روت بلانينج والسكيلينج، فدائما نحتاج سيرجري. اذا اسوي ريدكشن او اليمنيشن اوف بلاك ريتنتيف ارياس مش البريدنتال بوكت، اذا اسوي اليمنيت للانفلام بريدنتال تيشو، انهانس ريجنريشن اوف بريدنتال تيشو، كرييت فيزيولوجيكال مورفولوجي للدنتال جنجايفال اريا، اذا كان يعني يحتاج اصلح المورفولوجي حتى احصل على efficient self perform black control، اسوي correct microgingival defect او improper periodontic aesthetic، provide access to correct الاوبجكتيف طلاب اوف بريدنتال سيرجري. ليش اسوي البريدنتال سيرجري في هاي الحالات اللي 6 أو 7 حالات مهمه؟ عندنا كونترا انديكيشن، شو وقت اني هذا البيشنت ما يعني ما احب اسوي له سيرجري، شو وقت او يعني اتحرج انا اسوي له سيرجري، اذا البيشنت كان ان كوبريتيف، كلش مهمه طلاب يعني الكوبريشن بالبيشنت، يعني انا مو اسوي الفيس الاول واكمل سكيلنج روت بلاينج وكيميكال يوز اوف كلوركسيدين وادخل بالفيس الثاني واريد اسوي له سيرجري القى البيشنت هو ان كوبريتيف نيجلكتد للتوث برشنج، نيجلكتد لل انتردلتر يوز اوف كلينسينج ايجنت وهكذا. فلازم اني لازم البيشنت كوبرتيف، كلش وحده يعني من النقاط المهمه اللي يصير جزء تشغله كله صحيح، بس البيشنت لين ان كوبرتيف صار فيلر وهذا يرجع عليك، فانت لازم تقرر من البدايه انه البيشنت الكوبرتيف اللي تستلم الشغل مالته. عندنا جماعه الكارديو فاسكولار ديزيز، جماعه الاورجان ترانسبلانتيشن، هذول كله عيون دفاع يعني قليله عندهم. عندنا البلد ديسوردر اللي عندهم يعني خلينا نقول بليدنج وغيرها، عندنا نيورولوجيكال ديسوردر هذا اللي هو اصلا يعني خلينا نقول ان كنترولد وهانديكاب يعتبر، وبالتالي راح ياثر على شغلك. والسموكينج، انا اقول نقطه السموكينج تجي ثاني نقطه، لان السموكر اذا البيشنت مالتزم وهو بالسموكينج، وتعرفون السموكينج شو يسوي ديلي بالهيلينج ويسوي فازو كونستركشن، فيقلل بلس سبلاي بالمنطقة اللي سويت فيها عملية، وبالتالي راح يقل الهيلينج بروسس ويزيد البريدنتال ديزيز، وما ما سوى شيء يعني. انت ذا البيشنت استمر على السموكينج ما سوى شيء. طبعا السموكينج شلون يصير، انا قبل اسبوع لازم من العملية هو البيشنت يقطع السموكينج، وبعد 4 أسابيع تقريبا يلا يرجع يسوي سموكينج هاي اذا كان كنترول. سيرجيكال تريتمنت ايش يتضمن طلاب؟ بالسيرجيكال تريتمنت عندنا عملية الجنجفكتومي، يعني خلينا نقول ازاله كامله للجنجبه بحالات الهايبربليجيا، جماعه البيشنت ياخذ بالبسكدراج، عددناهم بالكلاسيفيكيشن اوف بيريدنتال ديزيز، جماعه البيشنت حتى جماعه اللي ياخذون اورال كونتراسبتيف دراج، البيشنت اللي ياخذون اميون كومبرسيف دراج، يعني هوايه حالات اعطيناها، او حتى البيشنت اللي ياخذ دراج الهايبرتنسيف وغيرها كارديوفاسكولار ديزيز اللي يسبب هايبربليجيا، انا اسوي لهم جنجفكتومي. جنجيفابلاستي يعني مهم هذا الجنجيفابلاستي، بس شنو بيه من مهم طلاب؟ انه بس اسوي لوكال اريا بالجنجيفا، اسوي لها خلينا نقول ريكونستراكشن، اعاده تشكيل،
مو يعني خلينا نقول جنجفا تو هي كومبليت ريموف للقم. من اقول جنجفا بلاستي لا، راح اقول انكومبليت ريموف للقم يعني جزء من عنده بس اسوي له ريكونستركشن تصحيح. عندنا طريقه الفلاب سيرجري، هاي انا اسوي فلاب افتح منطقه افكتد واشخصها تحتاج فلاب فاشيلها هاي الفلاب واسوي سب جنجيفال سكيلنج روت بلانينج. عندنا ديستال وج بروسيجر همنا طريقه اسوي بها سيرجري، وعندنا ميكرو جنجيفال سيرجري فور كوركشن اوف ميكرو جنجيفال اند استاتيك ديفكت. عندنا العمليه الاولى او السيرجري اللي دائما هي نسويها بالبريدنتال كلينك هي الجنجيفكتومي، ولها انديكيشن ولها سايد افكت ولها ليميتيشن. فور جنجيفكتوشن معناتها اكسيجن اوف جنجيفا، ازاله للجنجيفا باي ريموف ذا بوكيت وول. جنجيفكتومي بروفايد فيزيبيليتي اند اكسسبيليتي فور كومبليت كالكولس ريموفال اند سموثينج اوف روت، يعني تعطيني environment for خلينا نقول complete removal of أو good division أو expose root expose area for remove of all calculus and dental blood. Indication of gingivectomy، شو وقت تحتاج الجنجيفكتومي؟ يعني عندنا فد يعني خلينا نقول cases نسوي بها جنجيفكتومي، مو كل حالة تجيني أنا أسوي لها جنجيفكتومي. أول شيء الحالة الأولى تتطلب الجنجيفكتومي elimination of super bony bucket، يعني هايبرتليجيا بالقم وسقطتني super bony bucket وأنا هذا البوكت أريد أشيله حتى أحصل على good vision for removal of all plaque and calculus regardless of their depth if the bucket wall is fibrous and fair. elimination of gingival enlargement نتيجة استخدام الأدوية، نتيجة other systemic disease. Elimination of suprabony periodontal abscess. إذا suprabony bucket و suprabony periodontal abscess elimination و elimination of gingival enlargement. هاي الindication مالتها. يعني من أسئلك يقول لك إيش وقت أسوي gingivectomy إزالة كاملة للقم، تقول لي هاي الحالات الثلاثة. عندنا ال contraindication of gingivectomy include the following. إذا نحتاج osseous surgery يعني بالعظم أو examination of shape and morphology of the bone. Situation in which the bottom of the bucket is apical to the microgingival junction. يعني infrabony bucket يعني تحت هذا الميكروجنجيفال junction. Aesthetic consideration partially or particularly in the anterior maxilla. تعرفون بالجنجيفكتور احنا نشيل جزء كبير من القم وبالتالي راح تصير منطقه اكسبوز بين ما يصير لها هيلينج فتاثر على الاستاتيك فما راح خلينا نقول تعتبر كونتر اندكيتد بهاي المنطقه. اذا طلاب هسه عندنا الانديكيشن مال الجنجيفكتومي مهمه والكونتر اندكيشن لها. الادفانتج طبعا التكنيك هو سمبل وجود يعني فيجوال اكسس نشوف له كومبليت بوكت اليمينيشن يصير بي restoration للphysiological gingival contour وهكذا. الdisadvantage لا تكون gross wound مزعج هذا الwound و post operative vein البيشنت عنده healing by secondary intention. تعرفون انتو من نسوي gingivectomy راح خلينا نشوف الroot surface والمنطقة تكون exposed وبالتالي راح تتعرض للsecondary خلينا نقول infection وبالتالي راح يصير الhealing مالتها شوي بطيء. danger of exposing bone لأن البون إذا صار exposed تعرفون راح يصير بي necrosis وغيرها وinfection. lose of attached gingiva خلينا نقول phonetic and aesthetic problem خصوصا إذا كان بالانتيريور area. هاي عملية الجنجيفكتومي طلاب. هنا هاي الفورسبس أول ما يستخدمها طبيب الأسنان بالبوكت depth ينزل بيها لحد البوتوم of the bucket يسوي notch هنا هاي بليدنج نوتش النقاط الحمر هذه يحدد المنطقه. شوف هي القم شلون هاي بايبليجيا بيها واصله تقريبا لل half of the tooth للميدل ثيرد. فهاي صار عندنا indication of gingivectomy فسوالي هنا بليدنج نوتش دخل لي الفورسبس سوالي بليدنج نوتش وبعد ذلك استخدمت خلينا نقول بوفل كوكلاند نايف سوت لي هذا الكاتنج اللي تشوفوه هنا هذا الكاتنج عن طريق هذه النايف اللي هي كوكلاند لايف
واكو نايف يسموها اربون نايف، الشيل انتر دنتال بابلي، المنطقه اللي حددتها وسوت لها اكسجين هي هاي عمليه الجنجيفكتومي. يعني اول ما اسوي بليدنج نوتش او يعني بوينت عشان احددها، واقطع 1 ملي ابيكال لها انا هالمنطقه، واشيلها بهاي النايف اللي يسمونها كويكلاند نايف، تكون خلينا نقول يعني شارب لازم تكون، والقطع او مرات حتى يستخدمون البليد العاديه، وهنا القطع يكون هوريزونتالي هذا انسجن. بالجنجيفكتومي طلاب الاكسترنال بابل اكسجين راح نستخدم، هذا اللي شفتوا القطع اللي صار هاي الصوره اللي قبلها، هذا هنا اكسترنال بابل اكسجين. اكسبوز تشو ديورينج هيلينج، تعرفون انت هاي القطعه اللي شلناها ما توجع بعد، فيصير اكسبوز للتشو ديورينج هيلينج، بينما الفلاب لا انترنال بابلد بعدين ناخذه، ويكون ماكو اكسبوز لا للبون ولا للتشو، وبالتالي الهيلينج اسرع. نا بعد ما كملنا شوفوا طلاب هنا بعد ما كملنا الجنجيفكتوم استخدمنا الاوربان بابلي نايف، هاي شايفيها النايف هاي مهمه كلش حتى شيل الانترودنتال بابلي. وبعد ما سوينا اكسجين كامل للقم مثل هاي الصوره، ايش بعدها سوينا؟ راح نسوي سكيلنج وروت بلاننج، هاي مهمه وسوي دايركت فيجن. شوف هسه اكسيس كامل فنقدر الفيلد مالتنا مفتوح، فنقدر نسوي سكيلنج وروت بلاننج براحتنا. بعد ما كملنا السكيلنج وروت بلاننج ونظفنا المنطقه، طبعا اريجيشن نغسلها ونخلي الدريسنج باك، هذا الدريسنج باك هو مرات ما حتى يحطون بكلوركسيدين سيداتيف ايجنت، هذا الدريسنج باك يكون نت اون موبايل جام، خليه على المنطقه حتى يسوي شلون نقول سيديشن ويحفز على الجرانليشن اوف تيشو حتى يصير هيلينج بروسس، وخلينا نقول يحافظ له على المنطقه كلين، وايضا حتى على استاتيك ما ياثر، ولا حتى تعرفون اذا روت اكسبوز راح يصير سنسيشن يعني النقل الإعازة أو نقل الإحساس، فالبيشن يكون بينفل العملية، لهذا سبب استخدامات الدريسنج هذه هنا خليناها بعد الجنجيفكتومي. يعني بدينا بالجنجيفكتومي أكيد يطينا أنستيزيا للبيشنت، بعدين حددنا للنوتش بليدنج نوتش عن طريق قياس البوك الدبث بالفورسبس، وبعد ذلك استخدمنا خلينا نقول كويكلاند نايف قطعنا بها القم، والانترودنتال باب اللي قطعناها بالاربان نايف، وبعد ذلك صارت عندنا المنطقه اكسبوز مكشوفه، فاستخدمنا سكيلنج روت بلاننج بصوره صحيحه. طلاب عمليه الجنجيفا بلاستي مثل ما قلنا هي انكومبليت ريموفال او ريكونستركشن اوف جام اولي، يعني خلينا نقول بس شيفينج، يعني شلون نقول بس شيفينج للجام يسوون، مو كومبليت ريموفال مثل الجنجيفكتوم. هاي عمليه الجنجيفا بلاستي بس نايف واحدة استخدموا، أو يعني هاي يعني شالوا الأوفر جروث أوف جم منطقة قليلة، أو يعني الجم كلها ما شالوها، بينما بس ريشيبينج للجم. شوف هاي بعد الحين شلون الجم رجعت لأصلها. هنا سبب هاي إنه سويت جنجيفا بلاستي حتى أسوي أكسيز يعني الهاي الفولينج اللي هي لايت كيور، ما دا أوصل للنهاية مالتها، تعرفون راح يصير بليدنج، راح يصير جرانليشن تيشو، فاسوي لها اكسيز عن طريق الجنجيفا بلاستي، وبالتالي احصل على بعد ما اسوي هذا الجنجيفا بلاستي اكمل مالتي الفولينج، ويعطيني الشكل النهائي بعد الهيلينج. عندنا يعني خلصنا العمليه الاولى هي كانت الجنجيفكتومي، العمليه الثانيه او السيرجيكال فيس يتضمن بعد الفلاب سيرجري. طبعا الفلاب انه انا افتح وارفع القم هي والبريدنتال تيشو كلها، واسوي اكسبوز للبون وللروت، واسوي تنظيف وارجع النوب من جديد، اخيط او اشيل المنطقه المصابه. بالفلاب سيرجري كلاسيفيكيشن اوف فلاب يعتمد على خلينا نقول البون اكسبوز افتر فلاب ريفليكشن، اما فل ميكوبريستيال او بارشل ثيكنس، يعني مو كل الميوكوزا اشيلها، وبيست اون بليسمنت اوف فلاب افتر سيرجري، نون ديسبليست فلاب وديسبليست فلاب، وبيس اون مانجمنت اوف بابلي كونفنشنال بلاب وبابلي بيرسيفيشن فلاب.
indication of flab يمتى؟ إذا عدنا قلنا بالإنفرابوني بوكيت ما استخدمنا جنجيفكتومي بالسوبرابوني بوكيت، إذا بالفلاب شو استخدم؟ استخدم الإنفرابوني بوكيت أو أتخلص أو أعالج الإنفرابوني بوكيت. وين الجنجيفكتومي lead to an excess يعني شلون نقول susceptible أو an acceptable aesthetic result. تعرفون جنجيفكتومي إزالة كاملة للقم فالهيلينج يحتاج ودرينسينج كمباوند مخلي، فتتجنب انه راح يصير عندك ينضرب الاستاتيك، فلهذا نستخدم الفلاب سيرجري. عندنا بالاوسيوس ريكونتورنج اليمينيشن اوف بوني ديفكت، هم انا استخدم اللي احنا تعرفون بالجنجيفكتومي ما نستخدم يعني بس نشيل الجام تيشو ما راح ننزل البون، وبالتالي ما نقدر نصلح الديفكت اذا كان بالبون. عندنا اهم فلاب دائما يستخدم بالبريدنتال تيشو او بريدنتال سيرجري هو الموديفايد وودمان فلاب بي ادفانتج، همنا تعددها تقول انه جود اكسس تو ذا روت سيرفيس تو فاسيليتيت همنا سكيلنج روت بلانينج، والويدث اوف كيراتينايز جنجيفا از مينتيند يبقى ما يتاثر مثل الجنجيفكتومي. ريبليسمنت اوف فلاب ات بري سيرجيكال لوكيشن ليد تو ليس اكسبوجر اوف ذا روت سيرفيس حتى الاستاتيك بروبلم ما ياثر عليها مثل ما قلنا بالجنجيفكتومي. وcause minimal amount of trauma to the periodontal tissue قليل وdiscomfort the patient هم يعني ما يأثر على البيشنت الdiscomfort مالته. possibility of obtaining close adaptation of soft tissue بعد ما كملنا شغلنا رجع الفلاب راح يصير close adaptation للتشو للlower surface و provide better access to the re-establish proper contour of the alveolar bone وحتى الfurcation area that can't expose نقدر نصلح. بالموديفايد ويدمان فلاب راح نصير عندنا 3 انسجن قطع. اول انسجن هذا يكون الاول رقم واحد سكالوب انسجن، شوفوا راح ممتد من القم المن للتيب اوف ذا كريست اوف ذا الفيلر بون. ثاني انسجن بين التيث وبين القم ينزل للكريست اوف. ثالث انسجن خلينا نقول عليه هوريزونتالي يعني يدخل بطريق يوصل للكريست اوف الفيلر بون. إذن هاي 3 انسجن مهمه بالويدمان فلاب. مثل ما تشوفون طلاب الفيرست انسجن هذا اللي سويناه سكالوب شد دخل بالقم مباشره للكريست عن طريق هاي البليد، والسكند انسجن راح يكون سيرفايكل خوش، والثيرد انسجن راح يكون مثل ما قلنا عليه هوريزونتال انسجن مثل ما شفناه بالصوره الاولى. هاي يعني شيء مبسط لدخول البليد والقطع، واحد قطع لي رقم واحد، هذا رقم اثنين وهذا رقم ثلاثه، وبهاي الحاله انا كملت الفلاب مالتي رفعته. فالثيرد انسجن انا رفعت فلاب كامل، اقدر هسه اكمل السكيلنج روت بلانج او الكوركشن اوف ديفكت، وبالتالي بعد من ذلك ارجع الفلاب بعد ما سوى طبعا حتى بعد ما سكان الجروث بلانج وسوى اريجيشن ورنسنج للمنطقه بالنورمال سلاين بالكلوركسيدين اريجيشن سبستانس، وبعد ذلك اسوي سوتشرينج. شوف الطلاب العمليه الثانيه سويت سكان الجروث بلانج بعد ما رفعت الفلاب، وهنا ثالثا كملت كل السكانينج والجروث بلانج للمنطقه، وبعد ذلك سويت اريجيشن ورجعت الفلاب للمكان مالته وسويت له سوتشرينج بين ذا تيث حتى الشكل مالته رجع طبيعي. بالجنجيفكتومي لا، شفنا اكسبوز تشو راح تبقى وتحتاج تايم بعد ما نحط لها دريسنج. طبعا الدريسنج نحطه فتره 7 ايام الى 10 ايام ونشيله حتى يصير جرانليشن تشو في لينك مضبوط. هاي البريدنتال نايف المستخدمه، هاي كيركلاند نايف استخدمتها قطع الجنجيفكتومي طلاب اللي سوت لي بافل انسجن، واربان بيردنتال نايف اللي قطعت لي انتردنتال بافل اللي بالجنجيفكتومي، وهاي هم انا يستخدموها بعض الاحيان بالقطع اللي انتردنتال اريا شارب بتكون. هاي بعض الانسترومنت المستخدمه بالسيرجري. البليد العاديه تستخدم بالسيرجري بالفلاب. طلاب لينا عندكم سؤال استفسار على الموضوع؟ هنا انتهت محاضرتنا طلاب، اشكركم.